السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ هسه راح نسوي جوله بالاقسام الداخليه مال الشباب، مدينه تشومني، جامعه كازان الفدراليه، كفو. تفضلوا يا الغرفه الاولى مال العراقيين، شباب العراقيين. روسيين ولا روسيين؟ ترى الروسيين هم واصلين، هم واصلين. الله لا هذا صدق. ما تكتب. هنا المطبخ الزريبه، هناك الحاسبه هاي مال الروس، هنا يكون عندك الاشكاف اللي هو بالعربي شو اسمه؟ كنتور. شراوي اربعه، واحد روسي. هنا نروح للحمامات والمطابخ. ولا تبي تبكي بكاء؟ انا لا، ما انا طبعا التواليتات كلها غربية، ما في شرقي، ما في شيء شرقي، الشرق كله مغربي. انت تتكلم قد مات، لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. المغاسل، الحمام، حمام هنا أمين ينسد، أفقف ولا تقدر تقف وين؟ وطبعا هسه المطبخ، المطبخ وين المطبخ؟ فشلتونا. المطبخ عبارة عن طباخين، ممنوع واحد يدخن، لأن أنا عندك ضد الحرارة، أول ما يدخنون رأسه راح يدق النار وراح الأوبش كله يطلعونه برا، البنات والولد يطلعون برا، والخطية اللي ما لابس لابس يطلع برا يعني. ولع دلوقتي يا ابني. اشوفها بتولع دلوقتي. فلازم تدخن هنا البالكون. طبعا فصل يفصلون هنا البالكون، ممكن واحد اذا لا سمح الله صار يعني حريقه او شيء ممكن من هنا يطلعوهم الخروج الاكزت الدرج اللي يسموها بالروسي يسموها. هنا طوع البالكون، طوع المدينه، المدينه طبعا هي حلوه، اقوى ثاني جامعه هو هذا اهم شيء، ومدينه حلوه ورخيصه. طبعا هاي كل من اللي عدتها عدات تشتروها، والطبخ له وقت، انتم تعرفون باي وقت؟ له وقت الساعة 11 للساعة 11. احنا عدنا بكازان هناك، ومدينة كازان يعني هي العاصمة. الطبخ طبعا هو يصير همين الظهرية من الساعة 6 للساعة 12 بالليل، وراها بعد خلاص يسكر. بعد شنو نشوفكم يعني؟ الشقة مال المصريين، مصر العراقي. اهلا وسهلا فيك حبيبي، اسمك؟ علي. شلون اهلا وسهلا؟ كويس. كويسة؟ الحمد لله خير ان شاء الله. على والله شرف الغرفة ما تكون مصرية. بشوفكم الغرفة المصرية. طبعا بعض الاحيان لا اشوفها، بعض الاحيان الغرف تكون نظيفة، وبعض الاحيان الغرفة تكون مو نظيفة، يعني حسب الشخص اللي ساكن فيها. يعني انت شخص روسي ساكن فيها. هذا هو كذا معروف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا اصعد فوق. طبعا هذا الشيء حلو، هذا النظام يرمون من هذا الزباله هنا يرموها الموسج، فينزلوها على طول بدون ما ينزلوها. كل مكان بروسيا ممنوع الممكن يصيبكو ونزاكوريت عصابة كم يصيبكو؟ في واحد هيا ومصعد انا مصري بعد مصر زي صرتك الحمد لله معروف شرفت من السرقة ولا ايه؟ شرفت صح؟ مين السرقة؟ شارف اللي شفتها دي أهلا من جنب البرد. دي واحدة. والله لسه دمج وطلعت بالعتاش ودي لسه مسوي. وبيقولوا روسيا وكمان وبلد. أمان إيه دمتم لأمان. والله حريت على راسي نرجع على طول. عشان بخلص. هوا ضدهم أي وقتهم فوق روسيا. شوف الطية هاي بنت المصرية. طبعا أنا رحت لها المطار واستقبلتها وجبتها. وبدون اي مقابل مثل ما هي ودت لك كشري بس ما سويت لي ما بعد طبخ الكشري قلت له اوكي على نعمه تعليم وتفقد يعني ولا حد واخد باله مني انا 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 خطي عملت الشرطه مالتها على البالكون سطح على طول
الله يهديه ولا لا؟ لا ما في ادمي. لا ما في ادمي. ما في؟ لا ما في. طبعا كل طابق كل طابق عليها اختراق بيت ثلاثة انت اتخضيت اتخضيت ايوه عليها اختراق بيت ثلاثة انت اتخضيت ولا اتخضيت ولا حاجة عليها اختراق بيت ثلاثة انت اتخضيت يا سلام زرستي مصري كل طابق الحمامات خاصة بي وإلى تواليتات خاصة بي وهم يعني بالكون وكل نظام نفسه سوية بس راح نشوف يعني طابق غير طابق بالنسبة للشباب المصريين القاعدين انت صارت فينا؟ لا لا البنات البنات مصريات بنات مصريات؟ طبعا التنظيف والتعزيل يصير اخر لحظات دائما والشباب هناك والشابات قاعدين في الغرفه لان الغرفه ما بالكم عليها راح نطلعهم نفس التواليتات والمراقبه تشوفون يعني بس هذا شويه انظف احس بها هذا الطبق شويه انظف بس هي البنايه كلها واحده كلها واحده كلها واحده نفس المحتويات ونفس كل حاجه بعض العراقيين يتعاجزون من الغربيه التواليت الغربيه المنطقه نفس المنطقه بس انت هذا جميع بس كان في حلات وفي بعض الصيام خاصة للطلاب خاصة للطلاب صح خاصة للطلاب البايكون نفسه نفس البايكون طبعا نسوي نفس المنظر من هون المنظر من المنظر نشوف وياكم شوف وياكم مدينة شوف الثلج وين واصل راح نطب الثلج عادي هذا سنتر المدينة باعتباره هسه سنتر المدينة مدينة تشولني طبعا هي تابعة لمدينة كازان تترستان اللي هي ثالث عاصمة بروسيا تنحسب بعد سان بيتربورغ وموسكو وصلتكم من فضل ولا لا؟ فضل تحت بنشوف الغرفة نفرين نعم شربايتين بس يعني هاي الغرفة تكون خاصة بس لشخصين واحد اثنين بعض الاحيان يخلون البنات وحدهن بالغرف الهيك نفرين بس ممكن بعض الاحيان يعطون غرفه للمتزوجين ونادرا ما يجي شخص راح يطلع على روسيا الحاله يخلي زوجته بغير دوله البلد اللي هو عايش فيه احسن حاجه وانتهى احسن حاجه وانتهى في مورجي اهم حاجه لحد هنا نقطع وياكم وفي امان الله We'll be right back.